جميلة فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ما زالت الجهود جارية لرأب الصدع بين لجنة الخمسين من جهة ومجلس الدولة ولجنة العشرة من جهة أخرى لحل أزمة اختصاصات الهيئات القضائية في الدستور، والتي اندلعت بعد موافقة لجنة نظام الحكم على مقترحين بنقل اختصاص مراجعة العقود إلى هيئة قضايا الدولة، وكذلك إلغاء المحاكم التأديبية التي كانت وما زالت أحد أقسام الدولة الرئيسية منذ منتصف الخمسينيات، للفصل في الدعاوى التي يتولى التحقيق والادعاء فيها أعضاء النيابة الإدارية وإنشاء قضاء تأديبي تابع لهذه النيابة بدلا منها. قضاة مجلس الدولة ثاروا على المقترحين من خلال جمعية عمومية لناديهم الأسبوع الماضي، وأخرى دعوا لعقدها غدا الاثنين، مؤكدين تمسكهم بهذين الاختصاصين وبأنه لا يمكن المساواة خلال هذه الأزمة بين موقف المجلس الذي يحافظ على اختصاصاته وكيانه ويحرص على عدم الاعتداء على اختصاص جهة أخرى، وبين موقف من يريد الحصول على اختصاصهم. وفي المقابل تبرر هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية المقترحين بأنهما سيضمنان حسن سير العدالة وتخفيف الأعباء عن المجلس، الذي يقول قضاته أن القضاء التأديبي لم يكن يوما عبئا عليهم، بل يتم إنجاز القضايا به بشكل أسرع من القضايا العادية، كما أن مراجعة العقود هي عمل طبيعي للقاضي الإداري. وهناك قنبلة ثالثة موقوتة لم تثر بعد جدلا بين مجلس الدولة ولجنة نظام الحكم، سببها إقرار الأخيرة مقترحا يعيد نص حظر ندب القضاء كمستشارين قانونيين للجهات الحكومية، والذي كانت قد وضعته الجمعية التأسيسية السابقة ورفضه المجلس أنذاك وأوصت لجنة العشرة بإلغائه. وفي ظل إصرار قضاة المجلس على تصعيد رفضهم وتناقض آرائهم مع هيئات قضائية أخرى، يبدو أن مسلسل المواجهات حول باب السلطة القضائية لن ينتهي قريبا. واليوم تدخل المعركة القائمة بين مجلس الدولة ولجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور مصر الجديد أو المعدل، تدخل أسبوعها الثالث، وغدا هناك دعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مجلس الدولة لمناقشة هذا الصراع المشتعل، تفاصيل هذا الصراع، الأسباب التي أدت إليه وأدت إلى استمراره، إلى أي مدى من الممكن أن يستمر، هذا ما سنناقشه مع سيادة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة المجلس. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور. أهلا وسهلا. ما زالت الأزمة مستمرة؟ أعتقد ذلك. لم تهدأ بأي شكل على الإطلاق؟ لا، هناك محاولات للتهدئة، ولكن نحن في انتظار حل الأزمة حلا كاملا. أعتقد أننا لم نكن نتوقع في يوم من الأيام في مجلس الدولة تحديدا أن نعقد جمعية عمومية حتى نطالب أو نحافظ على استقلال على اختصاص خاص بنا. نحن في مجلس الدولة، أو مجلس الدولة هو ظهير للشعب المصري كله وهو ملك للشعب المصري كله. مجلس الدولة بأحكامه التاريخية اللي فجرت الثورات وحافظت عليها على مدار عقود طويلة جدا وردت أموال الشعب للشعب. مجلس الدولة الكيان الكبير اللي احنا كنا مطمئنين أن محدش برصدنا الكبير لدى الشعب، ان محدش هيتجرأ علينا ولا هيعدي على اختصاصاتنا اللي هي ثابته واللي احنا بنمارسها بالفعل، مش اختصاصات جديده. لكن اتفاجئنا الحقيقه ان لجنه نظام الحكم لها راي اخر في 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 خاص بنص مجلس الدوله اللي كان مقدم اليها مقترح من لجنه الخبراء او لجنه العشره، اللي هم فيهم قضاة وفيهم اساتذه الجامعات، واللي كلهم نص كان في اجماع على نص مجلس الدوله وعدم المساس باي نص خاص بمجلس الدوله. فوجئنا بان النص الخاص بمجلس الدوله بيتم سلب اختصاصاته، منح جهه القضاء التاديبي الى هيئه النيابه الاداريه وهيئه قضاء الدوله مراجعة العقود وتسوية المنازعات. هو احنا ممكن نحدد نقاط أربعة هي ربما التي تثير هذا الخلاف الكبير حول اختصاصات الهيئات القضائية، ليبدو الموضوع وأنه صراع على اختصاصات. المشكلة الأولى هي إنشاء قضاء تأديبي تابع للنيابة الإدارية بدلا من المحاكم التأديبية التي هي قسم أساسي من أقسام مجلس الدولة يختص في الفصل في الاتهامات الموجهة لموظفي الدولة. هذه هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إسناد اختصاص مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة بدلا من مجلس الدولة.
المشكلة الثالثة إسناد سلطة تسوية المنازعات وديا أمام المحاكم إلى هيئة قضايا الدولة وأن تكون هذه التسويات ملزمة للمحاكم. المشكلة الرابعة إعادة نص حظر ندب القضاء للجهات الحكومية وهو النص الذي ارتأت لجنة العشرة إلغاؤه في مشروعها الذي أنجزته في أغسطس الماضي. ترى هذه المشاكل الأربعة وكأنها بمثابة تجرؤ على مجلس الدولة وقضاته واختصاصاته. نعم. الحقيقة احنا اود ان اؤكد لحضرتك المشاهدين ان الدستور لا يعد وفقا لمطالب فئوية. الدستور يعد وفقا لمصلحة الوطن العليا. والمصلحة العليا تقتضي ان يتم الحفاظ على مجلس الدولة بصلاحيات اختصاصات كاملة. لدينا قضاة متخصصين في القضاء الإداري كاملا منذ إنشاء مجلس الدولة عام 46 حتى الآن. لديهم الخبرات المتراكمة الكبيرة التي يستطيعون من خلالها حل الكثير من القضايا. طب اسمح لي سيادة المستشار، يعني قبل العيد كان اشتعل هذا الموضوع ويعني زاد غليانه بشكل كبير جدا، مما أدى إلى دعوة وجهها السيد الرئيس للقضاء ولقضاة مجلس الدولة للحوار، وخرجت بعض الأخبار أنه في انفراجة وربما نهاية سعيدة لهذه الأزمة. ألم تكن كافية هذه اللقاءات أو الوعود التي أخذتموها خلال اللقاء؟ نحن فوجئنا بتعرض مجلس الدولة للمؤامرة لم نكن نتوقعها. مؤامرة؟ سلب اختصاصات مجلس الدولة، ألا تعد ذلك مؤامرة على مجلس الدولة؟ حينما يتم الاعتداء على قضاء كامل منشأ من سنة 46 حتى الآن ويتم منحه إلى هيئة النيابة الإدارية. شايفين المؤامرة جاية منين تحديدا؟ لا نعرف، لا نعرف تحديد المؤامرة جاية منين، ولكنها ظهرت خلال انعقاد جلسات نظام الحكم. نعم، لجنة نظام الحكم حينما حضر السيد عمرو موسى إلى مجلس الدولة أكد صراحة لرئيس المجلس ولشيوخ المجلس الخاص أنه لن يتم المساس مجلس الدولة ولا أي صلاحية من صلاحياته، وقال لم نأتي في الجمعية التأسيسية الآن لجنة الخمسين لنتعدى على مجلس الدولة نسحب صلاحياته. ثم فوجئنا بعدها مباشرة بلجنة نظام الحكم تعد نصوصا مختلفة عن نصوص لجنة العشرة المجمع عليها، ويتم سحب اختصاص مجلس الدولة وكأن اختصاص مجلس الدولة هو غنيمة غنيمة لهيئات القضايا الأخرى. طيب، يتم التعدي عليه. احنا هنتكلم في الاختصاصات بالتحديد، ولكن الجمعية العمومية الطارئة التي دعوتهم إليها وستقام غدا إن شاء الله، ما الهدف منها؟ هل هيكون في إعلان عن أمور محددة؟ الداعي للجمعية العمومية هو معالي رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص. والجمعية تعقد جمعية المستشارين غدا في مجلس الدولة. ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما ستحدث عن الجمعية وستسفر عنه الجمعية. طب ولماذا جاءت قريبة جدا من الجمعية الأولى الطريقة أيضا التي انعقدت أول الأسبوع الماضي؟ لا، تقدم عدد من أعضاء مجلس الدولة منذ تفجر الأزمة بعد تسرب النص الخاص من الجمعية التأسيسية لجنة نظام الحكم، وتم تقديم طلب إلى معالي رئيس مجلس الدولة بعقد جمعية طارئة للمستشارين. رؤي أنه نظرا لظروف أجازة العيد أن يتم تحديد موعد لها بعد العيد، هو موعد 21، والموعد معد سلفا منذ تسرب خبر سلب صلاحيات مجلس الدولة في الدستور. طيب، فلنتحدث عن أولى المشاكل، القضاء التأديبي. ما تفاصيل مقترح هيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بإنشاء جزء للقضاء التأديبي بداخلها؟ حتى أبسط لحضرتك المسألة، مجلس الدولة ينظر المنازعات الإدارية كاملة، ومنها جزء منها خاص بالموظف العام منذ تعيينه إلى أن ينتهي خدمته. القضاء التأديبي هو جزء من هذه المنازعة، ويعني يطلق عليها قضاء تأديبي لكن في حقيقتها هي منازعة. فإذا كنت أنا بنظر لاختصاص الموظف في ترقياته وفي علاواته وفي كل حركاته وسكناته حتى انتهاء خدمته، ومنها تأديبه إذا أخطأ الموظف يتم مجازاته ويتم الطعن على قرار مجازاة هذا الموظف، لماذا يسلب هذا الاختصاص تحديدا من المنازعة كاملة ويتم منحه إلى جهة أخرى أو إلى هيئة أخرى؟ هيئة النيابة الإدارية تقول أنها تحقق في المخالفات وأنها هي التي تحيل الموظف إلى مجلس الدولة لتوقيع الجزاءات عليه. لو عدنا إلى قانون حتى هيئة النيابة الإدارية نفسه 117 لسنة 58 نجد أن تشكيل المحاكم التأديبية في هذا القانون تشكل من أعضاء مجلس الدولة، وأن النيابة الإدارية لم يكن لها في يوم من الأيام أي صلة أو فصل في القضايا التأديبية. فلماذا الآن يتم الحديث عن المطالبة بجهة قضاء تأديبي؟ هم يتحدثون أنه هناك رغبة للتسهيل على المواطن، تيسير الأمور، الإسراع في إنجاز الحكم في كثير من القضايا، وإنه عددهم أكبر بكثير يفوق عدد أعضاء مجلس الدولة وقضاته. نحن لسنا سببا في تضخم عدد أعضاء النيابة الإدارية،
يسأل في هذا من عين هذا العدد الكبير في 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 النيابة وإذا كانوا هم المشكلة مش في زيادة عددهم، هم يتحدثون المشكلة في قلة أعداد أعضاء مجلس الدولة. فلنتحدث بالإحصائيات التقل بيننا وبينهم الإحصائيات. نحن لا نطالب بمطلب أو إطلاقا، نحن القضاء التأديبي في مجلس الدولة، كم عدد القضاء التأديبي في مجلس الدولة ولماذا يتأخر؟ هل التأخير راجع لمجلس الدولة لقاضي مجلس الدولة ولا راجع لجهات النيابة الإدارية التي تؤخر ملف التحقيق وضم المستندات حتى لا يفصل القاضي؟ إذا القاضي لم يكن لديه مستندات كيف يفصل في قضية وهو لديه غير مستندات مش موجودة لديه؟ تمام. لو هنتكلم على الموظف الحكومي، الموظف حقوق الموظف الحكومي، النهاردة الموظف المعرض للتأديب الذي هو أمام التأديب، هل سيخسر حق من حقوقه مثلا من انتقاله من أن يكون تأديبه أمام مجلس الدولة لينتقل ليكون أمام النيابة الإدارية؟ ولنقل ولماذا سيكسب عندما ينزل النيابة الإدارية؟ ولكن السؤال ماذا سيكسب الموظف؟ بالعكس سيخسر الموظف. هيخسر ايه؟ سيخسر ان لديه قضاء متخصص منذ 67 سنه في المبادئ والاحكام اللي هو مجلس الدوله، اللي هو مجلس الدوله في قضاء متخصص وثابت. ثم عدد القضايا كم؟ كم عدد القضايا التي يثار حولها الزوبعه والانجاز؟ عدد القضايا وفق احصائيات صادره من مجلس الدوله في عام 2012 14000 قضيه متداول، 14000 قضيه 746 قضيه، تم الانجاز منها 9248 قضيه. اذا المتبقي لدى محاكم مجلس الدوله 5498 قضيه. 5000 قضيه ينظرها كم قاضي؟ ينظرها قرابه 100 قاضي او 100 قاضي و10. هل هذا سيحل مشكله العداله الناجزه في مصر؟ هل هذا سيجعل قضاء النيابه الاداريه لديهم عمل يستطيعون انجازه؟ نفس القضية. فلنبحث إذن بقى عن قضاء متخصص ولننظر القضاء الآخر، هو مجلس الدولة المتأخر فقط؟ ما هناك قضايا في المدني بتطول بالعشرين سنة وثلاثين سنة، لماذا لم يتم الحديث عنها؟ طيب ماذا عن مشكلة مراجعة العقود، إسناد اختصاص مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية إلى هيئة قضايا الدولة بدلا من مجلس الدولة؟ يا سيدتي العقود في مجلس الدولة، مجلس الدولة ثلاثة أقسام، منها قسم الإفتاء، وقسم الإفتاء هذا حرصا على المال العام وعلى أموال الدولة يتم قانون المناقصات والمميزات بيوجب على الدولة أي إذا بلغ النصاب مبلغ من المال لابد أن يكون في لجنة البت اللي هي بتشتري أو بترسي للدولة مراقب من وزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة. العقد الإداري هو مراحل ومراحل متكاملة. طب هل كان الحق ده لديكم أو هذا الاختصاص هل كان لديكم من قبل؟ يعني بمطالع الدستور 2012 نرى أنه هيئة قضايا الدولة هي المختصة فعلا بمراجعة العقود، لماذا تم يعني إثارة هذه المشكلة مرة أخرى؟ لا لم تكن مختصة قبل 2012، اختصاص هذا كان اختصاص مجلس الدولة. نتحدث عن دستور 2012. نعم. طب قبلتوه وقتها يا فندم؟ لا لم نقبل هذا. ولكن خرج الدستور. لأنه خرج لو حضرتك شفتي على الهواء كان الدستور عد في ليلة كاملة وكان التصويت عليه حتى من المغرب حتى الصباح. ولم يكن لمجلس الدولة أي فرصة أنه حتى يعترض ثم صدر الدستور وتم التصويت عليه. وتوقعنا من لجنة الخمسين أن تعيد الأمور إلى نصابها وأن تعيد إلى مجلس الدولة اختصاصه المغتصب والمعتدى عليه وفقا للدستور 2012، إلا أن لجنة الخمسين سايرت دستور 2012 في نفس النهج الذي هو محل انتقال لمجلس الدولة. لأن العقد الإداري سوف إعداد العقود، هناك قائل يقول ما الفرق بين المراجعة والإعداد؟ هم سيتولون الإعداد العقود الإدارية للجهة الإدارية، سوف يساعدون الجهة في إعداد العقد، أما مجلس الدولة هو بيراجع العقد بنص الدستور. تمام. وينضم إليكم في هذه الرؤية لجنة العشرة ورؤية لجنة العشرة في التعديلات الأولية التي أنجزتها، ولكن بعد لقاء السيد الرئيس كان هناك توافق أن تعود هذه الاختصاصات مراجعة العقود إلى هيئة قضايا الدولة، ألم يكن هذا كافيا؟ نحن نخشى مستقبلا الدستور يوضع فيه الأطر العامة والخطوط الرئيسية، أما التفاصيل فيتم محلها القوانين. مستقبلا سوف يكون هناك ضرر يقع على المواطن وعلى جهة الإدارة. إزاي؟ لأن هناك حينما يتم النص على أن جهة هيئة قضايا الدولة تتولى الإعداد في العقود سوف يحدث تنازع بينها وبين مجلس الدولة في هذا الاختصاص. سوف يطالبون مثلا بأنهم يشتركون في لجان البت، اللجان التي تطرح المناقصات والمزايدات، وسوف يطالبون بمراجعة الشروط الفنية والشروط الترسية المالية وقرار الإسناد، وكل ذلك يدخل في اختصاص مجلس الدولة الأصيل. وقد يفتح المجال الباب لبعض المتعاقدين مع الجهات الإدارية للطعن على قرارات الترسية وقرارات العقود لأن ممثل قضايا الدولة لم يكن حاضرا في لجان الاعداد. فسوف يخلق ذلك يعني بلا شك نزاعا بين مجلس الدوله وبين هيئه قضايا الدوله. نحن حريصين الا يكون هناك نزاع بين الهيئتين.
لضمان أن تكون العقود الحكومية المبرمة مع هيئات أخرى أو أشخاص أو أفراد سليمة. هل كان لقضاة مجلس الدولة أي دور في إبرام كثير من التعاقدات الحكومية مع شركات زي مدينتي أو خلال خصخصة كثير من الشركات التي أبطلها فيما بعد القضاء الإداري؟ لم تعرض علينا هذه العقود، ولو عرضت على مجلس الدولة لما وقعت الدولة في تلك الأخطاء القاتلة التي ترتب عليها. لم تعرض عليكم وقتها على الرغم أنه ده كان اختصاص أصيل من اختصاصاتكم. نعم، لم، لأن هذا العرض العقود نفسها النظام السابق لم يكن يعرض كل شيء على مجلس الدولة، ولم يكن يحب أن أحد أن يراقبه. ولذلك حينما من الذي قضى بإبطال هذه العقود هو مجلس الدولة أيضا، برغم أن الهيئة قضية الدولة في محاضر الجلسات سلمت بصحة تلك العقود، والذي أبطلها هو مجلس الدولة ولم يكن جهة أخرى هي التي أبطلت تلك العقود. وهو هناك هذا يعني أقوال تجافي الحقيقة أو تجافي المنطق، أنه هو مجلس الدولة عرض عليها هذه العقود ثم ظهر الخلل نتيجة المراجعة. يعني إذن في نقطتين، سواء مراجعة العقود واختصاصكم بهذه المراجعة أو القضاء التأديبي، لا يوجد فرصة للتفاوض أو حتى للتنازل على الإطلاق من جانب قضاة مجلس الدولة. من يتفاوض مع من؟ أنت لديك اختصاص تمارسي على الواقع بالفعل. أنا صاحب الاختصاص، المجلس الدولة صاحب الاختصاص الذي يمارسه منذ 46. طيب، ماذا عن التسوية الودية للمنازعات بين الحكومة والأفراد أمام القضاء؟ يعني هذا نص أيضا اعترضتم عليه في مجلس الدولة، وأن تملك هيئة قضايا الدولة سلطة التسوية الودية بين المتنازعين. لو رجعت حضرتك لقانون مجلس الدولة هنلاقي المادة 28 من القانون بتوجب أو بتعطي الحق لمفاوض الدولة أن يعرض الصلح على الخصوم، لكن هذا النص غير مفعل. لماذا؟ لأن الدولة نفسها لا تستجيب لطلبات الصلح. فإذا النص موجود أساسا، ولكن يجب أن يفعل بأدوات قانونية وليس بالدستور. ونص الهيئة نفسها لديها المادة 8 من قانونها بيعطيها الحق أن تعرض الصلح على المتقاضين. فلماذا النص خليه في الدستور؟ هيئة قضايا الدولة. نعم، في النص. يعني إذن لا تتنازعون على هذا الاختصاص، لا تريدون أن يصبح جزء من اختصاصاتكم، ولكن تريدون أن يتم تنظيمه من خلال القانون وليس من خلال الدستور. لا، هو موجود بالفعل في القانون ونريد تفعيله، ولا نريد النص عليه في الدستور. طب يعني نقدر نقول إنه ده مش مسار يعني اختلاف أو تنازع؟ هو احنا هدفنا الأول والأخير الشعب المصري والمواطن المصري. بس أقصد انه ما هواش محل صراع اختصاصات ما بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة. هو هقول لحضرتك بس، لاني مستقبلا سوف يتم تعطيل عدد من القضايا وهيأجل الفصل في القضايا، لان انت هتلزميني الأول قبل ما افصل في القضية ان لابد ان انا اروح اسوي تسوية ودية، لان التسوية مش تبقى اختيارية. التسوية كان مقترح ليها ان هي تبقى تسويه مش رضائيه، تسويه اجباريه او الزاميه. وبالتالي لابد ان انا عشان ارفع دعوه امام مجلس الدوله لابد ان انا اذهب الاول الى هتلك اللجان او الهيئه لاقامه الدعوه على غرار لجان فض المنازعات. وهي لجان ثبت بالواقع العمل لفشلها وان هي بتعطل الفصل في القضايا. لابد ان انا عشان الجا الى مجلس الدوله اروح لجنه فض المنازعات، وبعدين اللجنه تعطي قرار ثم الجا الى مجلس الدوله. فاحنا بنخشى من اطاله امد النزاع، حريصين على العداله الناجزه، حريصين على سرعه الفصل في القضايا، ولا نريد تشتيت المواطن ولا اضاعه وقت واهدار وجهده في اللجوء الى جهات هو لا يعلم عنها شيء. طيب، المشكله الرابعه وهو ندب القضاه وحظر ندب القضاه، ولاول مره ينص دستور 2012 على حظر ندب القضاه للجهات الحكوميه الا مع توقف القاضي عن ممارسة عمله. ما المشكلة في هذه النقطة؟ الدستور 2012 استحدث نصا جديدا وهو نص خاص بالندب. هذا النص حينما تم تفعيله اعترضت الجهات الإدارية لأنها تعتمد على مستشارين منذ فترات طويلة جدا وليس لديهم الخبرات القانونية الكافية التي تجعلهم يعتمدون على أنفسهم مرة واحدة، وطالبوا بإلغاء هذا النص. وكان هناك توجه في تعديلات الدستورية في هذا الوقت بأن يتم تعديل هذا النص من بين النصوص والمواد المطروحة للتعديل. يعني تريدون أن يبقى محظورا أم أن يتاح؟ نحن لا نندب أنفسنا للجهات الإدارية. الجهات هي التي تطلب، الجهات هي التي تطلب ندب مستشار. طيب، ولكن هناك بعض من التخوفات أو بناء على خبرات وقضايا شهيرة يعني تم الإعلان عنها وتم البت فيها أيضا، قضايا فساد. يعني البعض يرى أنه هذا مدخل لإفساد بعض من القضاء الذين يتم انتدابهم لجهات حكومية.
نحن نرى أن لا يتم النص عليه في الدستور، لأن الدستور ليس مجالا للنص على جهة الندب، وإلا أن نص على الندب على الأجازة ونص على الإعارة ونص على جهة على مواد أخرى كثير. ولكن ده ربما هو أثار عدد كبير جدا من قضايا الفساد، يعني مع احترامي وطبعا لا نعمم، نؤكد أنه بعض من القضاء الذين تم انتدابهم لجهات حكومية تم ضبطهم متلبسين، سواء من خلال التسجيل أو من خلال التصوير أو من خلال وثائق وأقوال وما إلى ذلك، واعترافات فيما بعد بتلقي رشا أو التغاضي عن بعض من الأخطاء التي ربما يعلمون عنها يقرون بها داخل هذه الهيئات ولكنهم يتغاضون عنها. نحن ليس مجلس الدولة ليس لدينا موقف عدائي ضد حظر الندب والقضاء فقط، مش مجلس الدولة، المنتدبين في من كل الهيئات القضائية في جهات ندب، والقاضي الذي يخطئ في جهة ندب ويتم محاسبته، هذه ليست إشكالية كبيرة بالنسبة لمجلس الدولة بالنسبة لحظر الندب. هذا النص مطروح وللمناقشة مع لجنة نظام. هل ده محل خلاف داخل مجلس الدولة نفسه؟ مجلس الدولة يدافع وجامعاته العمومية دافعت عن اختصاصاته الأصيلة. هذا هو أنا بتكلم على مسألة الندب وحظر الندب. هذا محل يعني هناك خلاف ما بين يعني شيوخ قضاة مجلس الدولة وشباب قضاة مجلس الدولة. تقدر تقول ان دي اختلاف في الرؤى بين بين اطراف جوه مجلس الدوله. هل هتثار هذه النقطه غدا في الاجتماع الطارئ للجمعيه العموميه؟ لا اعتقد ان تثار. الجمعيه العموميه سوف تركز على اختصاص مجلس الدوله فقط في الدستور، لان هذا هو الاهم بالنسبه لقضاة مجلس الدوله، ان يتم الحفاظ على اختصاصهم وعلى صلاح وعلى والا يسلب منهم هذا الاختصاص تحت اي ظرف تحت اي زعم. بعض وسائل الإعلام ادعت أو أذاعت أو نشرت أو بثت أخبار أنه قضاة مجلس الدولة هددوا لجنة الخمسين إن لم تتوقف عن محاولات سلب اختصاصات مجلس الدولة. حسب هذه الأخبار سيقوم مجلس الدولة بحل لجنة الخمسين. إلى أي مدى هذه الأخبار أو المعلومات صحيحة؟ هذه أخبار مغلوطة ومدسوسة على مجلس الدولة. مجلس الدولة أكبر من ذلك، وقد تم تصريح من معالي الأمين العام بنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وأعتقد من روج لذلك هي محاولة استباقية قبل هناك دعاوى منظورة أمام مجلس الدولة دائرة الأفراد، وفي عدد من الدعاوى متعلقة بحل جمعية تأسيسية، وقد يكون هذا نوع من الاستباق لجنة الخمسين. نعم، وقد يكون هذا نوع من الاستباق للجمعية حتى إذا صدر حكم. طب أي مواعيد البت في هذه القضايا أو الدعاوى المنظورة أمام مجلس الدولة؟ أنا حسب معلوماتي أن هي محجوزة للحكم من جلسة 29 أكتوبر. ده قريب جدا أعتقد، لكن لم يصرح من أحد من المجلس. كيف نصرح ولدينا وحضرتك تؤكد أنه قضاة مجلس الدولة ومجلس الدولة لن يستخدم أبدا إطلاقا. أبدا هذه الورقة تجاه إطلاقا. لجنة الخمسين إطلاقا. للضغط أو مشاكل. نحن قضاة لا يحكمنا إلا ضمائرنا ومصلحة الوطن ومجلس الدولة حل جمعية تأسيسية في العمل المنصرم رغم الضغوط اللي كانت موجودة والحاز إلى الحق والعدل والقانون. نحن لا تحكمنا، وإن كانت لنا مطالب أو مصالح شخصية، لكن نحن مغردين عن الهوى. هل الهيئات القضائية أصبحت منقسمة، جزر معزولة؟ لا أعتقد. هو لجنة نظام الحكم هي من أحدث هذا الشكل العام، ويظهر الإعلام وكأن القضاء يعني في معركة على اختصاصات وعلى صلاحيات، رغم أنه الأمر يبدو غير ذلك. لدينا قضاء عادي يمثله القضاء العادي بالمدني والجنائي، ولدينا مجلس الدولة القضاء الإداري، ولدينا صلاحيات واختصاصات واضحة لمجلس الدولة. هناك من يحاول الاعتداء عليها وسلبها. طيب. ونحن ندافع عن هذا الحق بكل الطرق. النهاردة كان في تصريحات للمتحدث باسم لجنة الخمسين سيد محمد سلماوي، أكد أنه يوم الثلاثاء اللي جاي هتنعقد اللجنة العامة المنبثقة عن لجنة الخمسين، هتناقش المسودة الأولية، ولكن هذه المسودة الأولية لم يتم الانتهاء فيها بعد من باب السلطة القضائية لهذا النزاع أو الصراع حول اختصاصات السلطة القضائية. هل تعتقد أنه اختصاصات مجلس الدولة من الممكن أن تكون معطلة لدستور 2013 أولى خطوات خارطة الطريق؟ أنا لا أود ذلك ولا أتمنى.
نحن نتمنى أن يتم اعتماد لجنة نص لجنة العشرة لجنة الخبراء وفقا للإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري قد تضمن تشكيل لجنة من الخبراء من القانونيين ومن القضاء تعد الدستور ثم تعرضها للجنة الخمسين لتنظر فيه تلك في هذا الدستور. وقد قامت اللجنة بواجبها على أكمل وجه وقدمت دستورا نعتقد من وجهة نظرنا في باب السلطة القضائية تحديدا أنه يلبي كافة الطموحات وكافة رغبات القضاء. أخيرا هل تلقيتم تطمينات معينة وعود محددة من السيد الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور؟ أعتقد أن معالي رئيس مجلس الدولة أعلن ذلك أنه وفقا باجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية بأنه قد تم التباحث وأنه أكد سيادته على أن القضاء التأديبي هذا من اختصاص مجلس الدولة قولا واحدا وأنه لا يمكن التفريط في هذا الاختصاص. وعلى الرغم من هذا هناك الدعوة لجمعية عمومية طارئة ثانية في أقل من 10 أيام. هذه الدعوة كان محدد لها الموعد هذا منذ سلف منذ أكثر من 10 أيام قبل العيد وقبل التسريبات وقبل لقاء رئيس الجمهورية فلم يكن هذا في الحسبان. أتمنى أنه تكون التفاصيل وصلت للسادة المشاهدين ولينا كلنا أن احنا نقدر نفهم تفاصيل هذا الصراع هذا النزاع والتنازع ما بين الهيئات القضائية في مصر ولماذا هذا الغضب الشديد لدى السادة القضاء قضاة مجلس الدولة. أتمنى أن الصورة تكون اتضحت بالشكل كبير. وفي النهاية بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي قضاة المجلس. شكرا جزيلا. بعد الفاصل لدينا لغز آخر هنحاول نتعرف على تفاصيله تفاصيل الهزيمة الصعبة الأجوان الستة 6-1 كانت نهاية مباراة مصر وغانا. الحقيقة ما أصابوش بس مرمى مصر وفريق مصر ولكن قلوب أيضا المصريين وإحباط شديد جدا. إيه الأسباب التي أدت لهذه الهزيمة التي يراها البعض فضيحة؟ هل الأسباب نفسية؟ هل الأسباب فنية؟ هل هناك إجراءات اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية لتلافي تكرار مثل هذه الهزيمة مرة أخرى؟ ده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل مع الكابتن سيف زاهر رئيس بعثة المنتخب المصري في غانا وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية.